اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، نتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره، والساعه الثانيه الان معكم وفيها عدد ايضا من الموضوعات المهمه والضيوف الاعزاء. نعم، نسعد أن نستقبل في هذه المساحة شخص يمثل واحد من أهم القطاعات الحيوية اللي ممكن تسهم إسهام كبير جدا في عجلة الاقتصاد الوطني. هذا القطاع يعني البعض من المراقبين والاقتصاديين تحدثوا في الفترة السابقة أنه عانى من التمكين بشكل كبير جدا، وتم تدمير عدد من موارده، وحتى الأجهزة أو الأجسام التي تقوم على حقوق العاملين أو التي تنظم هذه المهنة عشان فعلا يكون عندها مردود. قطاع التعدين أو الذهب في كثير جدا من المراجعات، يمكن كلنا امبارح تابعنا المؤتمر الصحفي اللي تم اقتحامه من بعض الأشخاص، وكان في كثير من الإشكالات والمقولات في هذا الموضوع. احنا الليلة معانا سيد القصة، يعني رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة سيد محمد إبراهيم تبيدي. مرحبا بك محمد، صباح الخير وحبابك في الله قناة يبارك الشروق. فيك، يا مرحبا بكم وصباحكم خير إن شاء الله، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية تجاه الجسم اللي الجديد. تكون حديثا إن شاء الله. لا. طيب بداية، يعني نعرف كل من يتابعنا الآن عبر صباح الشروق بهذا الجسم الحديث، نعم، ونشأت هذا الاتحاد، وماذا نعني عندما نتحدث عن اللجنة التمهيدية لهذا الاتحاد، الاتحاد العام للصاغة؟ الاتحاد أو اللجنة التمهيدية بالنسبة لاتحاد الصاغة هي لجنة حديثة تكونت من أجل استعادة الاتحاد العام. والاتحاد العام يعني كان له وجود في 2000، كان بمسمى الاتحاد العام القومي، وكان هو رئيسه المرحوم فضل الله ياسين تبيدي، وكان اتحاد قوي جدا جدا، و يعني يذكر من انه الاتحادات التي نفذت اضراب لمده 3 ايام كان على مستوى المهنه. وبعد ذلك طبعا اتقسم هذا الاتحاد العام ذات القوم، اتقسم لشعب، لثلاث شعب، لاضعاف يعني. فمن هنا قامت الفكره انه نحن نستعيد الاتحاد العام قوته. أو قوة. طيب نحن في محاور كثيره حنتكلم فيها عن افكاركم او دوركم في المرحله القادمه، خصوصا نحن نعم. يعني في مرحلة تحديات الفترة الانتقالية، لكن كده احكي لنا قصة المؤتمر الصحفي اللي امبارح. والله يعني المؤتمر كنتوا المنظمين لو كنتوا؟ أكيد طبعا، نحن كان امبارح عندنا مؤتمر لإعلان المكتب التنفيذي الأعضاء، ودعينا يعني كل الناس بدون فرز يعني زي ما بيقولوا. فالمهم يعني فوجينا بأخواننا في الشعبة، هي من شعبة الصادر، هي طبعا شعبة كانت هي شعبة قديمة، وكان حضور وبدينا المؤتمر، وبدوا يعني يوجهوا لنا أسئلة، ونحن ما كان عندنا مشكلة أصلا. المؤتمر كان فيه صحفيين وإعلاميين، مؤتمر صحفي ده حاجة للإجابة على الأسئلة، أيوة للإجابة لكل التساؤلات. فالمهم حصل، نحن بنقول هو يعني حصل زي عراك يعني بالألفاظ، ونحن حاولنا نكون هادئين بقدر الامكان على اساس انه الناس تصل للشيء اصلا اللي هي جايه له. فكان اسلوب بجد يعني ما بيشبه الشيء اللي احنا جايين له، ولا كان بيشبه الحضور. حاولنا نهدي المساله دي على اساس انه نقدر يعني نقدر نخط التصور بتاعنا والفكره بتاعتنا اللي اصلا احنا جايين بها. فهم رفضوا تماما، وكان بيتساءلوا انه نحن مثلا يعني منو رشحنا، منو اللي انتخبنا، منو اللي جابنا، تساؤلات كثيره جدا جدا، وبقولوا انه احنا ما دعيناهم، في حين انه كل الاشياء دي هي كانت موجوده. احنا قدمنا لهم دعوه، اتعملت جميع عموميه، اتعملت جميع عموميه وقدمت لهم الدعوه، وكان في ممثلين ليهم فيها حاضرين واثنوا علينا جدا سبحان الله يعني، وكانوا بيقولوا احنا معاكم وامشوا وكده. ف نحن بعد ذاك يمكن بعد ما حصل يعني الشيء ده، حولنا بس المؤتمر لمكان ثاني، وغبنا المؤتمر واعلنا اللجنه التمهيديه والهيكله بتاعتها. نعم، يعني ما هي الخطوه القادمه هنا تحديدا؟ والله الخطوه القادمه ان شاء الله احنا بعد ده يعني نحن يعني لنا فتره كنا في موضوع تكوين اللجنه، وهو تكوين جغرافي يعني، وحيكون فيه شامل كل الولايات.
من أجل استعادة الاتحاد العام للساحة، يعني هو اتحاد عام لكل من يدخل في هذا. عنده مكتب مركزي ومكاتب فرعية. مكاتب فرعية أي. عندنا خطط كثيرة وعندنا مشاكل كثيرة إن شاء الله كلها حنبدأ فيها، وحنبدأ برضو أوتوماتيك اللي بدينا الإجراءات بتاعت التسجيل وكذا يعني. طيب يعني احنا دائما بنتفائل ما ينحياز للشباب يعني، لكن لما يكون في اجسام وليده يقودوها الشباب نعم طالب نتوقع افكار جديده وحلول خارج الاطار وخارج الصندوق. نعم واحده من اهم مشاكل الذهب التهريب. نعم انتوا تصوركم شنو اللي شكل المشكله في السابق وتصوركم للحل؟ والله التهريب نحن يعني بنشوف انه ان شاء الله لقدام ما حيكون في تهريب باذن الله، لانه اسم التهريب هو مربوط بالنظام البائد يعني. لانه الناس كانوا بيتكلموا انه السبب الاساسي في التهريب هو السعر بتاعه، هل ده السبب الوحيد ولا في اسباب ابدا ابدا ابدا؟ احنا كان عندنا سير للعمل بصوره سلسه جدا، كان عندنا شركات بتصدر الذهب وكان ما في اي مشاكل وما كان في تهريب. كيف كان بيتم العمليه؟ العمليه بتتم عن طريق شركات مع بنك السودان ومثلا كل شركه بتصدر كميه معينه من الذهب وبيتم اعاده العائد بتاعها. الحاجه دي استمرت فتره وتوقفت، يعني حصل في اختلاف او في سياسات كان من النظام البائد انه في كميه من الذهب اتهربت، وهي الكميه اللي اتهربت دي لحد اليوم ماسكين بها الناس، يعني بيقولوا انتم بتهربوا الذهب، في حين انه هو التاجر عموما ما بخاطر يعني ما بحب انه خاطر ببضاعته، ما بحب انه يشتغل شغل في الظلام. المفروض نفرق بين التاجر والمجرم يعني. نعم نعم. فالناس دي كلها عندها اسماء عمل، عندها شركات، ناس موجوده لها كيان وجود بتشتغل شغل واضح يعني. فنحن هسه دارين نعيد الحاجه دي يعني، دارين يكون في باب للصادر بصوره مغننه، ويكون في بيناتنا وبين الجهات المسؤوله اتفاق ويكون في معايير للحاجه دي ان شاء الله. طيب هنا في الحته لما نتكلم عن الصادر وتقريره بنتكلم عن افكار واليات بكل تاكيد انتم وجدتوها خطط عشان ما يعود يعني لما كان عليه الوضع. والله نحن حاليا حنقعد مع بنك السودان، وسلفا قعدنا مع وزاره التجاره، وبرضه حنقعد مع الماليه عشان نناقش الحاجات دي يعني، ونقدر نصل ل يعني زي يقولوا طريق واضح نقدر من خلاله نحقق الافكار والاهداف ان شاء الله. برضو واحده من 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 الاشكالات الكبيره في مجال التعدين فكره التعدين الاهلي. نعم. لانه عنده مخاطر صحيه برضو يعني. نعم نعم. فانتوا برضو رؤيتكم شنو للموضوع ده يعني، هل يقنن يلغى يعني حتديروه كيف؟ لانه في ناس كتار ده اكل عيشهم. اكيد. وهو طبعا التعدين الاهلي ما يعني يمكن يعني ازمه التوظيف عندنا في السودان هنا هو فتح باب كثير جدا للشباب يعني. وبعدين نحن طبعا بالذات المزله بتاعت التوقيف للزيبك والسيانيد هي مشكله بالنسبه للتعدين، لانه التعدين هو بيقوم على الحاجتين ديل. فنحن حاليا بنحاول انه نلقى بدائل، هي بدائل فيزيائيه، وتواصلنا فعلا مع شركات وابدت وكل ما عندها مخاطر صحيه وما عندها مخاطر. هو الـ 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 التعامل الفيزيائي ما زي الكيميائي، الكيميائي له اثاره وكذا. لكن برضه نحن مع القرار انه يتوقف الزيبك كنا معترضين على حاجه، انه يعني كنا بنقول انه لازم انه التوقيف يكون تدريجي. دي حاجه. الحاجه الثانيه حتى الدول اللي حتوقف الزيبك هي شغاله بالزيبك لها 15 سنه، في دول لها 20 سنه، نحن اداب لنا 7 سنه. فنحن بنشوف انه من حقنا المشكله بتاعت الزيبك دي نحاول هو الزيبك ذاته نعالجه، نشوف يعني هو. هل تم تقييم للتجربه؟ يعني 7 سنه دي هل تم تقييمها؟ اتعملت ورش؟ اتعملت دراسات؟ اتعملت بحوث؟ والله ما في حاجه كده يعني، يمكن حاجات بسيطه اللي اتعملت. لكن هو الزيبك ذاته في التعامل معه ممكن يكون في بوجود الزيبك ذاته ممكن يكون في يكون في مثلا ضوابط ويكون في حفظ، لانه الزيبك ذاته في المناطق التعدين هو ما هو بيكون في احواض وفي حتات معينه يعني ما بكون مثلا مفتوح في كل المنطقه مثلا. اذا كان معه مباشر. طيب بالنسبه للعمال بيتعاملوا معه تعامل مباشر يعني.
فنحن برضو يعني نحن مع سلامة المواطن ويعني وسلامة البيئة أكيد طبعا، لكن دارين حلول، لأنه إنه التعدين إذا وقف مشكلة، مشكلة مش بس مشكلة للتجار أو كده، مشكلة للاقتصاد. نعم، كل تأكيد لديكم عدد كبير جدا من الآمال والغايات لبلوغها والطموحات أيضا والأهداف لتحقيقها كلجنة تمهيدية للاتحاد العام للصاغة. نترك لك المجال الآن للكلمة أخيرة. والله نحن بنتمنى أول حاجة نكون على قدر التكليف، ويعني نتمنى إنه كل الناس تقف معنا، لأن نحن جايين من أجل قضية وجايين من أجل عمل كبير جدا جدا، عمل خدمي يحل كل مشاكل الصاغة وتجار الذهب إذا كانوا شركات أو إذا كانوا أفراد، إذا كانوا في العاصمة أو إذا كانوا في الولايات. وحتى نحن القبول اللي جيناه والترحيب اللي جيناه، لأنه في صدق في النوايا في أيوة نعم، فإن شاء الله ساعين إنه نمشي قدام، وساعين إن شاء الله نكون اتحاد قوي يستطيع إنه يعالج كل المشاكل الداخلية بالنسبة للصاغة، ونقدر نضيف شيء للاقتصاد السوداني إن شاء الله. والجرام ينزل شوي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد إبراهيم تبيدي، رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة. مرحبا، الله يسليكم ويديكم العافية.